بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم. مع حضراتكم منير المهدي. كلمنا المرة اللي فاتت عن الريك كومبوننت وخدنا بعض الأجهزة وكلمنا عنهم بالتفصيل زي الماست أو الديريك، كلمنا عن السبستراكشر، كلمنا عن الكراون بلوك، كلمنا عن المونكي بورد والديريك اللي بيبقى شغال عليه، كلمنا عن البايب رام والكات ووك وقلنا بالتفصيل ايه وظيفتهم، كلمنا عن الدوج هاوس وقلنا ايه وظيفته. تمام، وشوفنا فيديو بيشرح لنا عملية الرجب وايه هو الرجب ويعني ايه رجب، وشوفنا وبنشرح وشرحنا من خلاله الريك كومبوننت وامكان كل جهاز، وقلت لكم ان في بقيه اجهزه كتير غير بس اللي احنا اتكلمنا فيهم دول، وقلت لكم ان احنا خد انهم الناس اللي جم قسموا البريمه قسموا كل مجموعه اجهزه وسموهم سيستم. تمام، طيب تعالوا نشوف بقى ايه السيستمز اللي موجوده المختلفه اللي موجوده عندنا في البريمه. اول حاجه الباور سيستم. باور سيستم اللي هي الجهاز المسؤول عن توليد الطاقه للبريمه، واللي هي الجنريتورز هنتكلم عنها بالتفصيل. تاني حاجه الهويستنج سيستم. هويستنج يعني رفع، يعني مجموعه الاجهزه المسؤوله عن رفع وتنزيل المواسير جوه البير. تمام، الروتري سيستم دوران، مجموعه الاجهزه المسؤوله على ان يخلي المواسير بتلف، فبالتالي الدقاق يلف وبالتالي تحصل عمليه الحفر. سيركيوليشن سيستم المقصود بيها هنا الطفله، مجموعه الاجهزه المسؤوله عن دخول وخروج الطفله جوه البير وعمليه اللي بيحصل للطفله من عمليه اجهزه التنقيه والتنكات بتاعتها اللي موجوده تحت اللي بتتشال فيها والبامبز لغايه ما بندخل الطفله جوه البير ونخرجها منه تاني. تمام، البلو اوت بريفنشن سيستم او البلو اوت بريفنتور. بلو اوت يعني انفجار، بريفنشن مانع، يعني يبقى مانع الانفجار. ده مجموعه من الرامات اهو يعتبر زي جهاز واحد كده، وريتكم امبارح مكانه فين في البريمه، هنتكلم عنه بالتفصيل، هنتكلم عن فكره عمله وهنتكلم عن وظيفته في البريمه ايه ان شاء الله. تمام، اول حاجه الباور سيستم او مولدات الكهرباء. مولدات الكهرباء في البريمه زي اي مولد عادي جدا، بنشتغل بالسولار، بندخل لها السولار وبتشتغل وبتطلع لنا كهرباء. عاوز اتكلم فيه ان اهم عمليتين في البريمه بتسحب كهرباء هي عمليه الهويستنج رفع وتنزيل المواسير جوه البير، وعمليه المات سيركيوليشن اللي هي البامبس او البامبات اللي احنا بنتكلم بالبلدي بامبات، لكن المات بامبس دول اهم عمليتين في البريمه بتسحب كهرباء. بعد كده بقى ممكن يبقى مثلا في مجموعه اجهزه في البريمه بتسحب كهرباء، ممكن تلاقي اليونت مثلا مود لوجنج يونت بتسحب كهرباء، الكامب اللي الانجينيرز بيباتوا فيه، الكامب اللي بيبقى عند الريج للريج او اللي هو اللي بيبقى قريب من الريج نفسها، كل الحاجات دي بتسحب كهرباء عاديه. لكن اهم حاجتين بيسحبوا كهرباء في البريمه او اثناء الاوبريشن بتاع البريمه المود بامبس والهويستنج سيستم او اجهزه الرفع. وعلشان كده جنريتورز تعتبر من اهم الاجهزه اللي موجوده في البريمه، ولو حصل فيها اي عطل كل البريمه بتتوقف بالكامل لحد ما بيتصلح العطل ده مهما كان بسيط. عشان كده في احد البراريم حصل عطل في مفتاح موجود في الجنريتور، مفتاح علشان يجيبوا المفتاح ده من القاهرة اتعطلت البريمة ما يقرب من 48 ساعة او قرب 48 ساعة. فطبعا لان مفيش اي حاجة هتشتغل من غير ما الجنريتور يبقى شغال. فالجنريتور يعتبر من اهم الاجهزة الموجودة في البريمة. تاني حاجة الهويستنج سيستم. هويستنج يعني رفع، يعني بالبلدي كده رفع وتنزيل المواسير او الدريل بايب او الدريل سترينج جوه البير. اتفقنا ان انا اقول اوقات هستخدم كلمه مواسير بس لمجرد ان اقربها من ذهن حضراتكم لحد ما ادخل ان شاء الله في الدريل سترينج واشرحه بالتفصيل، مش هتسمعوا مني مواسير دي تاني باذن الله. فالدريل سترينج او الدريل بايب الهويستنج سيستم هو مجموعه الاجهزه المسؤوله عن رفعه خارج البير وداخل البير. تمام، مكون من ايه؟ مكون من الدرورز، ودي بالبلدي بكره ملفوف حواليها الواير دوت، وجنبها وحده تحكم فيها البريك وفيها السنسورز وفيها كل حاجه بتحكم في لف الدرور وتطليع وتنزيل المواسير جوه البير. تمام،
بعد كده الكراون بلوك، لو تفتكروا كلمتكم عن الكراون وقلت ان هو اعلى حاجة في الماست او الديريك، وقلت جواه بكرة اسمها الكراون بلوك، تمام. وبعد كده الترافلينج بلوك اللي ما هو لما توصلها بالهوك الخطاف، بعد كده الديدلاين انكر، وهنا الدريلينج لاين برضو، وهنا الدريلينج لاين بكرة ملفوف حواليها الدريلينج لاين. بالمناسبة ده اللاين ده او الواير ده ما اسموش واير، اسمه دريلينج لاين، تمام. يبقى ده كده الواير ده كله اللي حضراتكم شايفينه اسمه دريلينج لاين، تمام. ازاي نربط بقى الاجهزة دي ببعض ونعرف الاجهزة دي تشتغل ازاي مع بعض؟ ببساطة جديدة جدا، انا عندي درور كده محطوط على الريك فلور، تمام، وملفوف حواليه الدريلينج لاين، ملفوفة وخارج منه طرف، الطرف ده متوصل ما بين الكراون بلوك والترافلينج بلوك. ازاي؟ طالع من عند الكراون، هو خارج من الدرور واصل الكراون بلوك، ومن الكراون بلوك نزل على الترافلينج بلوك، وبعد كده راجع تاني، وبعد كده نزل تاني، وبعد كده راجع تاني، وهكذا وهكذا لغاية ما يخلص عدد معين من اللفات، وبعد كده ياخد الطرف التاني ده وروح لفه حوالين البكرة دي. وعلشان يمنع ان اللاين ده يتسحب منه اي حاجة، حاطط الديدلاين انكر. الديدلاين انكر وظيفته ان يحافظ على الجزء ده ان يبقى تحت تنشن معين، وفي نفس الوقت يمنع اي لاين او الدريلينج لاين من انه يخرج من البكرة دي، تمام؟ تمام. يبقى انا عندي ببساطة ايه اللي بيحصل؟ لما احب انزل الترافلينج بلوك هي والهوك اللي متوصل فيها، الهوك ده متوصل في الترافلينج بلوك، هوك يعني خطاف، هو عشان شايل فيه السويفل، وبعد كده بقيت دريل سترينج ستيم دريل سترينج كله او مسير الحفر كلها. فانا عشان عندي عشان انزل الترافلينج بلوك دي لتحت او اطلعها لفوق، كل اللي بيحصل بلف الدريلينج لاين، بلف الدرو ورك، يطلع الدريلينج لاين، يبتدي الترافلينج بلوك يتنزل، اسحب الدرو ورك لورا، يبتدي الدريلينج لاين يتسحب، يبتدي الترافلينج بلوك تطلع، وهكذا نازل طالع نازل طالع، تمام. طب ايه الجزء ده؟ ايه الجزء ده؟ الجزء ده ببساطة جدا جدا وظيفته ايه؟ دلوقتي انا عندي زي ما قلت لكم بنلف هنا، فبالتالي الكراون بلوك يلف، فبالتالي الترافلنج بلوك تنزل، نسحب هنا لورا الكراون بلوك تسحب، الترافلنج بلوك تطلع، نازل طالع نازل طالع. العملية دي كلها بتقلل العمر الافتراضي بتاع الدريلنج لاين، كل دريلنج لاين لعمر افتراضي معين لعدد معين من اللفات، اكتر من كده ما يقدرش يلف، لا ينزل ولا يطلع، اكتر من كده يتقطع، وساعتها يبقى بنخسر خسائر رهيبة، تمام. طيب عشان هو يتجنب الموضوع ده بيعمل ايه؟ بيفضل عملية الدوران ديت شغالة، النزول والطلوع ده شغال عادي جدا لغاية ما بيخلص عدد معين عدد معين من اللف، يبتدي هو يفتح الديدلاين انكر ويسحب من الدريلينج لاين ثابت هنا اللي ما بيتحركش واللي ما بيتأثرش بأي حاجة، يعني زي ما احنا بنقول كده بالبلد جديد لسه نضيف ما حصلوش أي حاجة. أول ما بيخلص العمر الافتراضي بتاع ده يبتدي يفتح الديدلاين انكر ويبتدي يسحب من هنا من الدرورك، فبالتالي يفك الدريلينج لاين من هنا كله، فبالتالي يغير كل الدريلينج لاين الموجود في الجزء ده، تمام. يبقى اول ما بينتهي العمر الافتراضي بتاع الدريلينج لاين اللي في الجزء ده المسؤول عن نزول وطلوع المسير، اول ما بينتهي العمر الافتراضي بتاعه يبتدي يسحب دريلينج لاين جديد خالص، والقديم يبتدي يتخزن هنا لغايه ما يشوفوا هيعملوا فيه ايه، تمام. العمليه دي اسمها عمليه السليب اند كات، بتحصل اول ما بينتهي العمر الافتراضي بتاع الدريلينج لاين اللي بيستخدم في في تطلع ونزول المواسير من الوير، تمام. طيب تعالوا بقى كده نجمع افكارنا، نجمع نرتب افكارنا بالراحه في الهويستنج سيستم. اول حاجه انا عندي درو ورك ملفوف حواليه الدريلينج لاين، متوصل بالكراون بلوك اللي في منطقه الكراون اللي هي اعلى الماست او الديريك، ونازل منه الترافلينج بلوك، والترافلينج بلوك نازل منها الهوك، تمام. والطرف الثاني من الدريلينج لاين متوصل في بكره كده ومتخزن ما بيستخدمش في اي حاجه، ومحطوط ديدلاين انكر علشان يحافظ على التنشن بتاع الواير الجزء ده من الدريلينج لاين، ويحافظ على ان الدريلينج لاين من هنا ما يتسحبش. طيب ازاي بتحصل عمليه الهويستنج سيستم؟ بيتلف الدرو ورك تلف لقدام، يبتدي الدريلينج لاين يطلع، تبتدي الترافلينج بلوك تنزل لتحت، تمام. الدروك تلف لورا، يبتدي الدريلينج لاين يتسحب، يبتدي الترافلينج بلوك تطلع. وقلنا عمليه السليب اند كات لما بتنتهي العمر الافتراضي بتاع الدريلينج لاين دوت،
ابتدي افك الديدلاين انكر، يبتدي يسحب من البكرة ديت دريلنج لاين الجديد الغير مستخدم لغاية ما بيعمل عملية احلال بالكامل لكل الجزء ده. تمام؟ طيب نشوف صور توضحنا الموضوع ده اكتر. ادي الدرو ورك ومكانها على الريك فلور. تمام؟ ادي الماست او الديك نازل منها الدريلنج لاين فوق خالص الكراون او الكراون بلوك، الدروك مكانها ورا بس هي مش واضحه في الصوره دي، وادي الترافلنج بلوك والهوك وشايل السويفل. تمام؟ والطرف الثاني الدريلنج لاين هو ملفوف في بكره ورا شويه فهي مش واضحه للاسف في الصوره دي. تمام؟ وبيطلع بينزل بيسحب الدرو ورك، يبتدي الدريلنج لاين يتسحب، يبتدي الترافلنج بلوك يطلع وهكذا، ينزل ينزل الدريلنج لاين، الدرور يبتدي يلف لقدام، يبتدي الدريلنج لاين ينزل، الترافلنج بلوك تبتدي تنزل لتحت. تمام؟ نشوف شويه فيديوهات توضح لنا المعلومه ده اكتر.